بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي ويميل بجبتو السلام يا وحواي هرت من رول بحاس دعاء برنامج سيدا أحد الله على الك أو حواي هذا برنامج شيء تعلم تجاه و وحواي فن يهز وانت أكو وحصو أحد لل لكن وحياة بدن وحجر ودي هذا محل كو قصبة إن سو هذا شيء أو كو كلفة وحواي وح يدت جدا ومخضو أركان وعيو بحال إلى هذا فسرنا وقولي لكن واحد هوس أنا كشخص عام ضل يرني هستو إن عدل صوت براهن أما أق أما كفنانين هغير من كل قاعد إن فنانين تا صوماليين ولي بقوة طلق وصوغن وطلق جوجو وحوا أنتوا ضبطين كميسي قا معنا قابدر يكون جيران هنقدر قار فيديو يلا جهايو هو ما عرفتي إن وقلوبتك جرنو ومحل تلفن هو كميستو هو ضد لوسو أديك سدو معركتي وضد معركتي صومالي ضد جوجن وحوا حقيقة ما كل قاعد له لبعطن دور خوف كده وسوي دي كسو عندك ست خوف كاس أدلت ضد كسو رو ده جرو كسو هذا وحوا ميمتة عن ربي إن كار له حياة هاي هرت برنامج كده أو سعودي أو بلاو لايك دماد أو حوا يوتيوب كساب سنة إن يوتيوب كي قاعد إنه قاله يوتيوب كي إنه إيشون نخذه إن الرجال قلنا سو بحيو إن هذا نوح كسو جفو وحصورنا حقيقة بوجود عن هذا النجم هايو إن واحد ربطه هذا التاجر مركل قصوته وخبرتي عادي يوم علي هذا إن تعسدي أو من كل شيء حمسي مركل قصوته وحاول يهرت إن نينا خلط نوصل معي يعني وخلط مركل نوصل معي محلي هذا أنا بسكتجو إن جبوتي أقون أقولهن وحبنا إنسانين بحيلين وحا أركي نين إيجا صاحب لايو أني محالي لايو أو بلا معنى درا بين أجيد أو عد كاد لايو نيكا وا مرمر وا أركي جري محالي لايو لكن كمحر نين نيكا نين أو سوشيال ميديا كو جرو ويا يو خبيالد يو سياسة كاد لايو وحيا بنو عاسين ويا وا أركي جري مركا أريمي إيجا وا وينيين وحي سميلي جري كل دولد يو وحي فانسيين يو وحيا بدد إسخبتين إنو كاد لجري وحاسا أملي جري لكن كما دنبس وحاقو جادن إسكمن تتع أو إسكهاد الله أو تست سياسة حتى عن وحبك أقون الدولة عن وحبك أقون خبيل عن وحبك كأقون بكوس إلا هاد قبيلك وياي يخلد وياي ما أقون أملي وما نملينا يدك وشجعنا إنه كبشة بكوس قفك وحاوي يدك وشجعنا يدك وحشتو أو ضد معنا محلي هذا قبيل صومالي ذا كميت أه واللي خانه أو ما يعقله أو ضد كذا شيء والسياسيين له أو اللي يرى له والفنانين له أو وهو البلاوي أو حاول يقف كان هدو كل الدنيا خب سنكره لكن أنا هدو أمي سنة هاي شخص جاس أسيج أه وما يعيش قادين الصومالي ولن يبدأ يوتيوب كي هذا كور قعدته وقول الجري وحاول إن أصلا غلب الله هم بوقف وقل عد أو كذا شيء عمل لو قد عود أصلا حقيقة مرك أنك على لايو هرت أنا عد أنك بقايا إلهي مترتو محاول درادنا وحدي وكل في إن أنا أنت سفريستو وأنا لايف أنت صاد اليوتيوب أنا صاد محلي هذا أبا سوشيال ميديا تاعي المحلي وكاب بقايا كنا وكاب صار وحاول أنا جو صوا عين نيجي دل يراه ويوتيوب كي جاي ووالل كي يدير درجو وكيني دكان ومشاش تشوجو وحاول وعندنا إسمنا عن هن يوتيوب كي أصوص ديتكم مرايا ودي بدير درجو وأنا وحبهن وحنا أنك جرين وحاول قعدت وقصو خبته كوبرايد يوسمي وحاول كنت تايلي وحياه بدنو يوسمي يوتيوب كي وحاول يسي ويحر جري وحاول أن أكون ويحر يوتيوب كي العقنا كسمي هير أو كارتي وحاول بو سوى لعلم يكلسوني أنا قد حس أو أسلم مرني وحاول يوقف آمني أنا يفتي أو كآمني وحاول وحي ويسو دري جري وحاول بو يسمي جري أوكي تاني كاس أنا يساحب كي جمان تهدي وقعن وقلو أما قعن بالآدم أما قف وقعن تقول ليه وأكو خصبنا أن يوتيوب مهم إيه معن نفتي سائي مهمة سو مالي محمد ها أوجد أما كده على أنا أكو أتكيس وأكو أتكيس كري نكاس مرك على أفرن تنس دس عهود كعك سارة مركو إلى على وحين حنيها قفول وح أيق قاد كرت دملاهن أنا ممكن تشد على جوجو وأنا عندك بقين وأنا سنين خبيل أنا آم سنين وكني هوي دارات يفتر كده يا قبيل وأنت كجر تأي وحس وجر حنيهين إن مذيل أنا كرتوني كله تاع عندين عندنا عندين أم عطا سكاب عيني سال يجرين أما قفنا أصمر ربنا عن إن مذيل يعني يا قابلة إنه سوى حبيق قاد كرنا أوجا because بنانين تم نخدشوا تقول كي بس سكاشن السجال قعنت وجران ما قعنت وجرنا أنا ما أهن مثلاً وانا يقص أقل دم جبوتي وكسب لاو يقصون دم نكتة وانك عاموس شبان كيري وحياه بدنو كادل جبوتي وجوجا قاعد جبوتيش كانوا كادل وحياه باسو كاسلا وانك عاموس إلهي مقدسه إماله وحواي أن وحيره فرماجي محاوس واحد شيء
أنت هذا الشبكة يعني وهي رجوك ما غيب قلك كتير معنا سلك وسلك إيه صار إن واحد يقول كل في مركع أنا أو أنا منك أنا جايين أنا كبخن ودان فيديون جايين وحبنا وسمينا إنه واحد يقول كل في إن عنده أنا جايبين هبين هذا كبد أنا كرو جوا واحد سوى عدير درجوا درجة سوى ويري نناقة شت ويغير منا بس خوري واه الا يوحى سو على جبل مسكينه وهي وتر قعنا وجرنا نكاس قعنا وجرنا هذه قدرت هذا هذه قدرت هذا من الله يستر بس اني ودي الحين نقطي نكي انا و ان دهرني اني ادي انا دخصا دغال كان وحانه ما كو هيستا دنيرداس او وحا واي هو ادق سدنين لا بقو او رشيد نور الله مركي ان كدب تغا ان دهر وراح كبقن وحا انو ما سمي كرو وحال انت احمد رشيد عنده أنا هل تصي فيديو لك صدق دلاله وده يرسم عليه دلاله لا مكنا حيزك دلاله فيديو ده سمعت عارك نك ساحب كي وابغى عليه وابغى بس نك مركه وعيوه يوير لايف صار قال وعي بري فاد وابري نك مركه بري وحواي وحل إيش نك ساحب كي إن لسيدا يقدر يجبر كل سيدا وحبير صاحب كصوتك ماشاس وحواي ان امو ان جمير كي نيكي قعنتي سو قال انت ما اكو ارق وحواي يقدر جو كصوتك الله يقدر يجي فمن كي سي ماشي يقري سي ويس ينولشيسا وكسو عرو وانا وحبس كجر وقرو ما الى اماد وحواي سومالي وحم فنسنين يقدر جو خياني وحيا بنو عاسي كاد لاي مركا حتى وحي تاغنت وحي او كلف انها سو هذا وحواي نيكي محل يراني هذا يوتيوب كي بس ويركي وحي ونن قعنتا كويستا انت هكا بقايا ملاح قعنتي ذين ايو جران وحاوهاي ما انت ندي ان كرتسوني يو خبرت عاني ولاي هاي صومالي وآمنت عاني يوتيوب لسو فريستي يخوفنا من بريجرين حاني ايو جري صومالي عسكو بري نولو ايو جران وحاوهاي تعيف واي ان الرقم ما اهم ميلا هوسو كسو عطلا ميلا حتى ارتا وحي او كلفا وحيات هاي ان codki dad waasoob waxa jira oo dad waaweyn oo arinkina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii ana ka qabaneeyay oo ana la wadaag ana diray waxa waa dad u diray waxa waa inay ogaadaan adu codadkii aan soo dhigay youtube youtuberka ma seesina ani ninkaasi aniga youtube kii igu ma soo celinay siis ay seenay youtube kii xaniyi markii hore la iga qaadan la igu soo celiyo habeen habeenada kamid anoo deeq isla joogay deeq telefoonka hadlaya arkay oo ninkaas axmed rashid allah ay hadlay oo axmed rashidka telefoonka ka qaadnay deeq waxaan ku yiraahay saaxib adaanikaas ninka yiraahdo axmed rashid oo galiyay gacanta youtube kii waxa waa hadeertaan adaanikaas saas waxa la yiraahdaa iga heeliy en waxaan iga ma qaadi lahayn youtube cusub aan aniga hadda sameystay youtube kaasna waxa waa uma baahni laga xaqiiqada dirto waa kasoo hadlaya baa ku yiraahay asoo sirftiisa dhowraayo oo ka baqayo Soomaali maxamed sirftiisa uga baqayo axmed rashid oo youtube kii isu celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aanan wicin oo soo gala qadkan ninkii yiraahdo iblaayi hibalka cali soo markuu soo galay wuxuu yiri yaa kuugu wareejiya sidii youtube kii ugu wareejistay maxaa yiraahdo oo aan deeq darajo baswirkii wixii hadana ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa yiraahdo ii soo gal youtube waa ku bariya ii sheeg bas inaa youtube kaa kuugu wareejili aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aad dhacday bas hadertan ala kulli hal muhiimada soo fariisaa waxay tahay waan inuu tusayaa baqashada lambargiisana waa taqaanaan wuxuu u soo diray waxa waaye xayaad ka jir oo wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa yiraahdaa waxa ku qaabinaya fiidiyo waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka rag laga marin oo naga soo maraya ma fahanta Soomaali maxamed waxa uu sheegayaa aniga horta cid aan ka baqay ma laha youtube-ka maanta hadduu wada ka baxo fuck you youtube waxa uga baahnaa ma lahan waxa waan waa noolahay dad baa ka dhashay Soomaali maxamed aan ka dhashay laba tan jira ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeysi ku jiraan intooda badan gumeysi idinku waxa idin soo gudbiyaan farxadda in la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqda marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeysi intooda badan ku jiraan waa loo caag jugleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dadaa loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxa dadku ee daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isdeeyeen hadeer shar ee sheekada weeb aamuste muxuu wax sharmi iyo hadana uga soo hadlay waxa waa wax uga soo hadlay dadku kuli feeso naaga naagu dhalay wali cagtu cagtu noo saaraya waxa waa hadana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annagu nama soo aadi oo nooga macag jugleenayo meelo hoos hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkiiyo nagala maraaya dagaalad ciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waxaa idiin sheegaa aniga hadeerta deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo ambeel oo maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa intaa lagu idiin diraaya oo aniga xataa la idhaha waa lagu intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo anagoo dalkeena joogno dhibaatada jirta dalkeena la ogyahay horumar ku sameyneyno ahaa dad haddana xagga jooga oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo firiyi ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaaba aynan u dulqaadan karin fanaaniinta soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ay ugu soo dulqaateen waxaa idiin sheegay anigu qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintana waxa ii keenaa waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aan tuso waxaa waa meel aan ka damqanaayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar yaxagoodu naga soo maraaya iyo meel aanan maxaa la yidhahdaa dad aan maxaadhoon eed anaga tusha naga koreysaa oo dartiina wax walba nagu gaaraan leeyahy soomaali maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dhib zaa'ida 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 fanaaniinta soomaaliyeed aniga u hadlaya afka fanaaniinta ku hadlaya weliba kuwa dalka ku sugan dhibaato zaa'id ah oo zaa'id oo zaa'id aa naga heysato xaggaan iyo maxaa la yidhahdaa dadkan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yidhahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaya nin soomaali maxamed waxaa waaye waa ka raali gelinayaa xanaanta iyo kulaylka iyo hadalka aa ku hadlay waxaa waaye arrinka inay ogaataan arrinkaas meesha uu maraayo ninkaana uusan naga dabaarin cagta cagta uu noo saaray haddana waxa aa kasii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlaya xanihiisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aa ninkaas ah inaad ka hortaga aa damco waxaa isoo hor istaagaayo axmed rashiid waxaa isoo hor istaagay axmed rashiid ninka noogu yiilay ninka ninka dhallinyarada soomaaliyeed wax ay uga baqaysa ma aqaane dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadinayso ninkaasuu naga soo maray ninkaas marku awoodi waaye deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo billaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dheginus ku dhameen awood waxaa u yeelan inaan youtubekiisa ahwada ka saarno uu naga soo weeraraayo uu awood u yeesa deeq darajo uu ka daba tagay waxba wuu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka uu wato asiga waxba sameeya xaniyamaa qol meeshaasu ku jiraa dadaa waxay ugu yiilinaya afaare qabiil qabiilka markaa qof ugu yiilinaysa waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo aa qofka qabiil loogu yiilaya laakiin inaana qabiil lahayn qabiil wax ogeen raganimo aan lahayn soomaalinimo aana ku jirin oo waxba aana taraynin afkaas uun faar ka haayo oo isku diraaro ah aa qabiil ugu yiilinaysaan waxaa waaye waxaa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaano qabiiluusa waxba ka aqoonin nin raguusa waxba ka aqoonin heeruusa waxba ka aqoonin waxaa waaye dhallinyarada soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkanaasa ninkaasaa noo jabiyey oo la yidhaahdo axmed rashiid aa gacanta noo geliyay waxaa waaye haddana uma jabin oo macnaha waxaa la oynaa aan la ciisoonaa maaha youtubekeygii in macnaha gacanta uu ku heesto ama weli la ixkum youtubekeyga anaa gacanta ku heesto xitaa deeq darajo hadda gacanta kuma hayo akoontigeygana anaa gacanta ku heesto youtubekeyga anaa gacanta ku heesto wax walba anaa gacanta ku heesto laakiin weli caga jugleen iyo dadkii deeq darajo ilaa hadda waxaa waaye uu kasoo tagay noloshiisii wixiisii wixii u socda horumarkiisii meeshuu joogo uu kasoo tagay waxaa waaye xayaad kaajal iyaduna sidoo kaleeta gabadhaa way kasoo tagtay waxaa xamaray ku sugan tahay wa oga soo daba tago waxaa waaye dabadu hadal u qabtay wuxuu dadka ugu booteynayan waxay tahay oo dadko dhan ay uga baqayaan dhallinyaro soomaaliyeed banaaniin soomaaliyeed iyo dad fara badan oo hadda magacyadooda inta kasoo qaadaynin oo hore wax ugu geystay oo videoyo u kasaystay inta badanna ninkaas dumarku wax ku sameeya ragga wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaana aaminsanahay inaysan weliba rag is arkin haddee rag is arki lahaayeen ama maanta uu soomaalihi joogi lahaa waxaa waaye ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa soomaali maxamed waxay ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxaa waaye anigu intaa hadalkaas waxaan usoo gudbinayay oo muhiimaddu ay tahay waxaa waaye oo raaligelinta aan dhaweeda bixiyey ama baryada aan baryahay ma ahayn waxa aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iiga badiyey ee deeq dirajaabaskoolad madaxa looga haya xaniyo gurigiisaa loogu tagaa ku yiray ma fahanteen sii familkiisaa loo tagay waa la soo waxay marka aniga awood kaloo ii furneed ma lahan waddo kaloo aan sameeya inaan ninkaasi tuwaco aan baryo oo video soo duubi dhaho aan video usoo duubo waddo ahayn ma lahan markii tii ee dhacdan isba subaxii qabiraha qabsatay oo xabsiyaa gale oo tacsiyaci gashay ninkii ilaa hadduuna daba taagaya alaahay kulaa hadalka waxa kusoo xiraaya muhiimaddu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagta cagto oo noogu saaran yahay oo na daba haayo waxaa waaye anigana ma aan shaqsi u daba haayo waxaa waaye ninkaa deeq daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxaa waaye bahalkii maxaa la yihahdaa deeda anagoo dhan famil waa ka dhalanay qofka familkiisa anigu maxaa dadku isdhahaana laga yaaba dadkuan maxaa la yihahdaa famililadood maamin maysan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta familiya waxba qaban karin famil qofka markuu familkiisa la ogyahayo meeshuu kasoo jeedo ninkaan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiiluu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegta un aniga hadda qoladaa rabaa sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaanaa ayaa ka dhashay waa sheegay waan ku faanaa waa ka dhashay soomaali maxamed oo guud ahaan uga dhashay laakiin khaasatan majeerteena kasoo jeedaa qabiilkan in laisku barto waa muhiim maahan qabyaaladu quluubta ma ahan ma fahanta laakiin muhiimaddu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoo looga dacwoodo ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii hiilinaya aan qabyaaladda iyo soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa u sheegaya soomaali maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaasi ahayd waana in salaamiya kuma sii dheeraan karo waxaa waaye haddii aa hadalka intaa ka badan kusii dheeraadana hadalaa iga tagaya soomaali maxamed wasalaamu calaykum waana in salaamaya good bye